السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كيفكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتمنى تشاركوا في القناه فضلا وليس امرا، وما تنساوش اللايك. كما كتشوفوا ها هي البيبيه راها قرقات، وراني جبت البيض باش نحط لها البيض، وغادي نحيدوها نعدلو لها نديرو لها شويه بنجره الاول. غادي نحيدو هاد البيضه ما محطوهاش حيت كانت عندها من البارح. غادي نديرو لها بنجره، غادي نديرو لها بنجره، عاد نحطو البيض. دابا صافي راه عدلنا لهم الجره، راني جبت البيض، راني بغيت ندير لهم 30 حبه ديال البيض. راه فيها مخلط ديال البيض ديال البلدي والبيض ديال الدجاج ديال فيومي مخلط، وغادي نحط لهم البيض. بسم الله، غادي نمشي نجيبو البيبية، راه مشات لي عند دجاجة أخرى ونحطوها. هي مشات عندو من راسها، هيا غادي تعدلهم راسها. كما كتشوفو ها هي كتعدل البيض راسها. وغادي تجمعهم راسها كاملين، غادي تجمعهم كما كتشوفوا. ها هي راها تقريبا راه جمعتهم كاملين، حاولها غير شي وحدين يبانوا شويه، حتى هذوك راه غادي تجمعهم راسها. ها كاملين غادي تجمعهم راسها.
وراني درت هذه هنايا راها قريبه تفقس، ما بقى لها والو. كون بقى لها واحد سيمانه ودابا غادي نمشي نخرجو من الدجاج. دابا حنا خرجنا عند الدجاج، دابا راني حطيتها، دابا راه العشيه. كما كتشوفوا ها هو الدجاج، راني عطيت له الربيع. دابا راني رجعت واحد الشيء، رجعت عند البيبية باش نشوف لها واش جمعتهم كاملين. دابا كيما كتشوفوا صافي، ها هي جمعت داك البيض كامل. هو من الجناب ما كيبان والو، كامل داك البيض حضناتو. وغادي نقول لكم مع السلامة في فيديو آخر إن شاء الله.